منو ليلى العطار؟ وليش الأمريكان قصفوا بيتها بحرب التسعين؟ وهل فعلاً هي اللي رسمت صورة بوش الأب اللي كانوا العراقيين يدوسوها في فندق الرشيد؟ تعالوا نتعرف أكثر على هذا الموضوع، وياكم عمر الرياض، نتوكل على الله ونفتح الدكان. بأيام التسعينات اشتهرت ليلى العطار، وطبعاً هي فنانة تشكيلية عراقية محبوبة عند العراقيين، وكان إلها عدة ألقاب، منها سوسنة بغداد، أميرة الهدوء، وسيدة الصمت. هي رسامة لكن شاركت بالفيلم الوثائقي شارع الرشيد، وشغلت مناصب عديدة بذاك الوقت. انتشر خبر بالتسعينات أنه ليلى العطار رسمت لوحة على أرضية مدخل فندق الرشيد، وهاي اللوحة هي صورة الرئيس الأمريكي بوش الأب. وبسبب هاي اللوحة الأمريكان قصفوا فندق الرشيد وقصفوا بيت ليلى العطار، واستشهدت هي وزوجها بهذا القصف سنة 93، واندفنت هي وزوجها بمقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف. وبعد ما بحثنا بالموضوع، هل فعلا هي ماتت بغارة جوية أمريكية؟ وهل فعلا كان سبب القصف اللوحة اللي رسمتها فندق الرشيد؟ تبين أن وفاة الفنانة كان فعلا باستهداف بيتها بصاروخ أمريكي من نوع كروز، لكن بيتها مو المقصود بالقصف، لأن الصواريخ الأمريكية كانت تستهدف مبنى المخابرات العراقية واللي كان مجاور بيت ليلى العطار. وتبين أيضا أن اللوحة اللي في فندق الرشيد مو ليلى العطار هي اللي رسمتها، وإنما فنان أصلا من ديالة. تواصلنا مع صفحة التقنية من أجل السلام، وأكدوا إلنا أنه ابن الفنانة الراحلة ليلى العطار يقول مو والدتي اللي رسمت اللوحة، وقال هاي كانت إشاعة والحكومة بوقتها ساهمت بانتشارها. والدتي الله يرحمها ما إلها علاقة برسم بوش الأب، لكن الحكومة بذاك الوقت روجت للموضوع باعتبار والدتي وجه معروف عند العراقيين. الموضوع هو أنه بيتنا بظهر مبنى المخابرات العراقية، وبذيك الليلة انضربت الدائرة 24 صاروخ، أخطأوا باثنين منهم، واحد وقع على جراج بيتنا والثاني وقع ببيت جارنا. وقال ابن ليلى العطار أسهل شيء بالعراق أن تضيع الحقيقة ويختلط الحابل بالنابل، فما بالك بزمن السوشيال ميديا. بعد وفاة ليلى العطار تأثر العراقيين، ومنهم الفنان كاظم الساهر اللي أهدته ليلى العطار لوحة من أعمالها، وهاي اللوحة يحتفظ بها كاظم الساهر لحد هاي اللحظة. ومرة من المرات سافر كاظم ونسى اللوحة ببغداد، فطلب أن يرسلوا له اللوحة لأن كلش معتز بيها. الملاكم محمد علي كلاي زار بيت ليلى العطار وبكى لما شاف آثار القصف على البيت. الكاتبة الأمريكية هيدر رافو ألفت مسرحية كاملة عن شخصية ليلى العطار بعد أن شافت وحدة من لوحاتها ببغداد، فرجعت الأمريكا وبقت هاي اللوحة متفارق خيالها إلى أن كتبت مسرحية كاملة عن ليلى العطار. ليلى العطار انولدت ببغداد عام 44، درست الفن بكلية الفنون الجميلة، شغلت عدة مراكز إدارية ومنها مدير عام دائرة الفنون ومدير قاعة بغداد ومديرة المتحف الوطني للفن الحديث. أنتجت عدة أعمال فنية مميزة وأقامت معارض فنية داخل وخارج العراق، وحازت على عدة جوائز ومنها جائزة عالمية. تزوجت المحامي عبد الخالق جريدان وسكنت وياه بمنطقة الكاظمية، وبعدها انتقلت إلى منطقة المنصور شارع الأميرات. من أشهر لوحاتها هي لوحة امرأة في الغابة اللي رسمتها سنة 1980، واللي انباعت سنة 2010 ب 37,500 دولار حسب مواقع فنية أمريكية. غنى إلها المطرب الأمريكي كريس كريستوفرسون أغنية por Leila Alatar and los desaparecidos. Who killed this woman, this artist, this mother? Who broke the candle and snuffed out her life? Along with her husband and wounded her children and sauntered away like a beast in the night. هاي كانت بعض المعلومات حول حياة ووفاة ليلى العطار، واللي عنده معلومات أكثر
يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة. واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.